لقيته؟ في دم؟ أنا بسأل السؤال، أنا بسأل السؤال، في دم؟ مفيش. طب مفيش دم وما بتكلميني أجي من على القهوة ليه يا سعاد؟ في أمانة الله، في أمانة الله. ها رجالة، كم بقى والنبي الشوط الأولاني خلص إزاي؟ قطعناهم يا معلم، الألبان حطوا على تشيكوسلوفاكيا، الماكينات الألبانية. أولاً التانية اسمها الماكينات الألمانية، ثانياً أنتوا ما لمستوش المية طول الماتش وكسبتوا بالحظ والحكم. ما لمسناش المية إزاي يا باشا؟ أساساً هو باليه مية أساساً. وبعدين تفهم أنت إيه في التحكيم الباليه؟ لا حوش يالا ألبانيا اللي بتفهم يالا قوي يالا، ده انتوا يالا ألبانيا يالا تقليد ألمانيا، زي ما تشتري تيشيرت أبيبس كده. ايه يا عم بس يا عم انت ده رجالة ايه، مش تشيكوسلوفاكيا وألبانيا اللي وقعونا في بعض، احنا مصريين في الآخر يا عم مصطفى. ما انت عارف والقهوة ده ان كلها عارفة يعني ألبانيا بالنسبة لي. صلي على النبي عم علاء. طب انا مش هردي عليك، الرد في الشوط الثاني. هو ده الكلام، هو ده الكلام صح كده. سيداتي أنساتي سادتي، وبهذا تنتهي مباراة كرة السلة بين أمريكا والصين بفوز أمريكا 170. أنا الآن. سعاد حصل إيه تاني؟ واد محمد ابني نط من الشباك مات يعني ولا إيه؟ مش فاهم. في كسور؟ أنا بسأل السؤال، في كسور؟ طب يعني لما مفيش كسور كانت في دماغك يا سعاد عشان تكلميني وهو مفيش كسور؟ يعني أنا أسيب القهوة دلوقتي ومفيش كسور؟ إيه فأنا فاضي للتفاهات بتاعتكم دي؟ أقسم بالله أنا ما فاضي، أنا ورايا هنا هم. عم مصطفى خليكي معايا، خليكي معايا شوقي. بص بس كده على الحساب عشان إيه المعلم مزنهر خالص و لا وري حسام مشي من غير ما يحاسب أول إمبارح؟ ما هو جري. أنا وأنا اللي شايل الضمنة كلها الثلاث أيام اللي فاتت. لا ده كلام. إيه شوقي، لا يا شوقي معلش مؤاخذة، لا ده أنت كده أربعة سحلب وهم في الأساس ثلاثة. أنا فاكر كان أربعة، أقسم بالله أنا فاكر ده. معلش يا شوقي راجع لي ده وتعالى. شوقي راجع لي ده وتعالى يا عم. النبي الله يكرمك. شايفة أنا ورايا هم متلت هنا يا سعاد، لو مشيت الدنيا هتبوظ. عندي 23 10 الطاولة و14 ضمنة عادة، 15 ضمنة عادة على مصطفى. يا نهار أبيض طلعوا 15. النبي سعاد الله يكرمك ما تكلميني إلا لما يكون في حاجة، لما يكون في وفاة اتصلي بيا، أنا هاجي على الدفن على طول، وأنت عارفة إن إكرام الميت دفنه، فلو دفنت وبلغتوني تبقى عملت الواجب الكبير كله. فأمانة الله، فأمانة الله. ها تاخد دي صايمه ولا بطنك وجعان؟ عايز يا عم مصطفى هات صايم. بص ماشي، بص دي الله على الصرف. جت كام؟ ما بصيتش. الله على الصرف. جت كام؟ الله. ثواني ده شغل بقى، ثواني. حاج محمد الله يكرمك يا حاج، ربنا يبارك فيك. لا ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك، الله يعزك. شغل؟ لا مش فاضي والله، ما فيش وقت. لا اقسم بالله ما في وقت. لا ده انا حتى ما عادش على القهوه، ده اتسع حجر ما لحقتش اقعد. ما ابعت لك الواد شريف. شريف يروح له؟ ابعت لك الواد شريف، ايده نظيفه وشغله هو اسمه شريف اصلا عشان هو هيشرفني قدامك، هم سموه شريف عشان اساسا كده. ماشي يا حاج محمد، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع. لا انا ما افضى اجي لك بقى، نعمل احلى شغل ان شاء الله. ربنا يعز، في امانه الله، في امانه الله. يا عم احنا في ايه؟ ها اللي جايه شوف دي. ها يا عيني يا ليله البيضه. يا سعاد، يا سعاد. لا يعني اجيب فلوس منين دلوقتي؟ يعني انت مكلماني عشان تقولي هات فلوس؟ انت مش فاهمه اللي فيها. يعني انا بشتغل الشغل ده انا اخلقه؟ لا الشغل، انا بسال السؤال. مش انا يعني اخلق الشغل؟ يعني انا اجيب شغل منين؟ ما انا قاعد. ما انت فاهمه اللي فيها يا سعاد. اتكل على الله النبي يا سعاد، سيبيني عشان انت عصبتيني كده، عشان انت عارف زيت الرزق والفلوس دي كده بتقرص عليا. فامنت الله يا سعاد، فامنت الله. انا مش فاهم الستات دول ايه، انا مش فاهم. هي النسوان كده عم مصطفى تسيبها تغرق في شبر ميه. فك يا جدع فك، يلا انا مش عارف العب لعبتي بقى اللي بحبها كده. لا ورينا السيرف. الله على السيرف حلوه يا ليلتي البيضاء. ايه سعاد ايه القصه تاني؟ ايه البيت ولع؟ انت في الشارع انت والولاد؟ في الشارع هي والعيال البيت. ماشي قلبي معاك يا سعاد، معلش هبقى اجي. طب انت بتزعقي ليه دلوقتي؟ لا ما انا مش عشان جوزك وابو عيالك يبقى انا المفروض اكون في البيت وهو بيولع. مش قصتي انا خالص، مش اختصاصي انا خالص. ايه الناس دي؟ في امانه الله. بص يا سعاد لما تروحوا تشوفوا بيت تاني يبقى ابعتيلي العنوان وانا اروح عليه. مفهوم الكلام؟ في امانه الله من غير زعيق. في امانه الله. يا عم مصطفى مش عارفين نشرب كوبايه الشاي مع بعض، في ايه؟ عندنا دي يا عم علاء. ولع يا شوقي. قوموا تروحوا بقى يا جماعة، ربنا يديكوا الصحة. قوم نروح بقى عم مصطفى، الناس كلها ماتت خلاص، احنا حتى ما حضرناش جنازاتهم. احنا
حسابي تقل قوي على القهوه هنا يا علاء. هاخدك العشره دي ونتكل على الله حتى نلحق شوقي وهو لسه في صحه يجيب ولعه. جدي مصطفى انا ملك بنت محمد ابنك، انا مشفتكش من ساعه لما اتولدت. هو قال لي انك اكيد قاعد على القهوه دي وفي نفس الحته دي. تصدق يا علاء انا حاسس دلوقتي كاني صغرت 20 سنه. فيك الخير يا حبيبتي. ابوكي ده بقى بيديكي فلوس ولا معفن؟ لا بيديني فلوس حتى تشوف. اتفضل. ربنا يكرمك يا حبيبتي. روحي انت بقى ارجعي لابوكي البخيل ده وانا شويه وهاجي. حاضر يا سلام. مع السلامه. انا هاجي. ها مع السلامه. ورجعت يا عم علاء هنحاسب. كفيني لعب بقى والعشاوي. الله يرحمه. حلاوتك يا عم مصطفى. حط عليه. لا يا مروه مش هرجعك البيت. هتجوز عليكي. قلت لك 100 مره انا راجل ولايه متطلبات، وانك لازم تاخدي بالك من شكلك وتهتمي بجسمك. ايه يعني؟ ايه يعني الحمل والخلفه؟ منوال الزغبي اتجوزت وخلفت، ومريم فارس اللهم صل على النبي جابت الواد من هنا ورجعت ملكانة تاني يوم. انت بس اللي مش عايزة تاخدي بالك من شكلك وجسمك. مع السلامة. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. استني انت خسيتي شويه. لماحة البنت دي ملصت. Should
عايز تعرف انواع الرجاله الحقيقيه ايه؟ بص احنا رجاله في بعض بقى وهناخد راحتنا. لو عايز تعرف انواع الرجاله حطهم كلهم في اختبار صعب وموحد، لان الرجاله بتبان في الازمات معروفه. التحدي الذكوري العظيم اللي هيختبر معدن الرجاله ويفرقهم عن بعض هو يوم، يوم واحد تحملوا فيه مسؤوليه البيت، اوضتين وصاله بمنافعهم بعيل صغير ما يعديش الثلاث سنين. هتظهر لك فورا الانواع الاتيه. اول نوع معانا هو رجل المهام الصعبه، ده اللي بيعمل اتفه المهام باصعب الطرق، فكيك قوي. الولد عمل بيبي فيقلعه 17 قطعه للبسهم له بدون سبب واضح، بالكلور ويحطه في الحوض ينقعه ويطلعه وينشره، مهام صعبه. الرز مثلا اتلسع، يوم جاب طفايه الحريق وشايل البياض ومقفل الشبابيك ويردم البيت بس عشان خاطر شويه رز. ده طبعا بيخليه يحط نفسه في مواقف صعبه جدا، وعلشان كده في مراجع بتشير اليه برجل المواقف الصعبه. في بقى الرجل العنكبوت، الرجل اللي محروق قوي من اسطوره المالتي تاسكينج بتاعت الستات، ان هم يعملوا حاجات كتير في نفس الوقت. البتاعه دي مكسره الدنيا، الستات عامله بيها شغل خطير، وبيقرر انه يبقى زيه زيها واكتر، فيبدا يعمل 30 حاجه في نفس اللحظه ويتحول لعنكبوت بقى 70 ايد ورجل، يجري من هنا لهنا شعله ما شاء الله. في ساعه واحده بيكون مولع في الستاير وحرق الاكل ومسيح العفش ولاسع العيال ومفحم الباركيه وكاوي الجيران ومشعلل الدنيا، بيولعها خالص بالبوتاجاز اللي في نفسيته دي، ما تعرف حجمك وتتهد. دي ارزاق مقسمها ربنا، لازم تبص للي ربنا مديه لغيرك. تهدي يا اخي. في نوع تاني بقى من الرجل العنكبوت، وده الرجل اللي هو بيبقى شعره منكوش ومبهدل فبيسموه العنكبوت، يعني ينفع تسمي ده وتسمي ده الاثنين عنكبوت، مفيش مشكله. بيبقى فخور قوي بالحكايه دي ومش حاسس ان في حاجه وحشه لا سمح الله، ولا حاسس انه محتاج صيانه ولا اي حاجه. ايه كده عنكبوت كده وعكروت كده. عندنا كمان رجل المستحيل، تخيل ده ايه من اسمه كده، عيش معايا. رجل المستحيل ده اللي مستحيل مستحيل يعمل اي حاجه ولا يقدر يشيل اي مسؤوليه مهما كانت بسيطه، هو اسمه كده. ولو الظروف اجبرته على كده مستحيل يكمل اليوم من غير ما تحصل مصيبه، مصيبه كبيره توصل للاسعاف او المطافي او البوليس او كلهم، مستحيل. في مثلا الرجل الاخضر، الرجل الاخضر ده رجل اللطيف الطيب اللي اول ما بتشيله اي مسؤوليه من اي نوع بيتحول في ثانيه ويبدا يخضر وينتفخ ويتضخم وهدومه تتقطع ويفكر في الانتقام. فتلاقي بقى في انفجارات في المطبخ، اصوات اعتراض مش لطيفه وتهديدات بخطف الولد، حرق البيت، جو شمال كده ملوش معنى، اخضر اخضر مش هزار. في برضه للرجل الاخضر معنى تاني، ممكن يمشي الراجل اللي هو بيغير قميصه من شهر لشهر بيبقى يعني قرب يخضر كده ويبوظ. الرجل الاخضر التاني ده بقى ده صديق مقرب للرجل العنكبوت اللي هو المنكوش التاني، فاكر اخضر قاعد وده منكوش وبتاع، هما جايين من نفس الخلفيه ومتفاهمين على معظم الاشياء، بيفهموا بعض من شمه من نظره، حاجه تقرف يعني. في بقى رجل الساعه، ده اللي اخره يقعد في البيت ساعه، ساعه واحده ويمص بالثانيه، النبي لو اتنططت بعد الساعه دي ما في، مش هتلاقي، انسى رجل الساعه. عندنا كمان رجل المرحله، ده رجل ظريف جدا، تطلب منه اي تاسك في الدنيا بيوافق، بس بيعمل منه مرحله واحده، بيعتبر انه كده عمل اللي عليه. يعني مثلا تطلب منه يودي الولد للدكتور، يتصل بالدكتور يحجز، بس اكتر من كده مفيش، لا يوديه ولا يجيبه ولا يجيب ادويه ولا كلام فارغ ولا استشارات، هي مرحله واحده. فلازم اي ست بتتعامل معاه تركز بقى قوي هي محتاجاه في انهي مرحله بالظبط عشان فرصتها ما تروحش. هو رجل المرحله. في كمان الرجل الخارق، ده اللي على طول بيحرق الهدوم والعفش والستاير والسجاد، ده بيعمل خروق، فاهم؟ عشان كده خارق حرفيا، خارق بهبل، فاهم؟ ده بيخرم الدنيا وبيخرم البيت، هو عشان كده مسمينه الرجل الخارق. طبعا ستات كتير عارفاه. في بقى الرجل الخفي، ده اللي مش موجود ابدا، انسى، خفي، يبقى ملقح في البيت طول الوقت، مرمي على الكنب والسراير، اول ما تحتاجه في اي حاجه يختفي، يبقى الرجل الخفي. او قبلها بيبقى خارق، تحتاجه يبقى خفي. لا، في رجاله عندها حاجات كتير، بيبقى اخضر الصبح، يستحمى يبقى عنكبوت، يطلع يتنشف يبقى خارق، تطلب منه يبقى مرحله، تحتاجه يبقى خفي. لا، في ناس معديه، في ناس ما شاء الله. في بقى رجل الازمات، اللي من اول يوم اتجوز فيه وهو في ازمه، وبيطلب من الست انها تستحمله، ما تطلبش منه حاجه وتتحمل مسؤوليته لحد، انا عارف انا بضغط عليك، معلش انا اسف، انا نفسي اعرف ايه هي ازماته دي، هو عايش كده، رجل الازمه. وفي الرجل الالي، ده يحب يقلي قوي، ده يموت في القلي، سيب له البيت والواد واي وقت واي مده سيبه، بس سيب له طبق بطاطس مقليه كبيره، لو في سمك مقلي ماشي، بيض مقلي، هو بيلاقي نفسه وسعادته في الزيت، بيعوم فيه، اديله البيت والواد وازازه زيت وهو هيزيد، ده الرجل الالي، تلاقيه الي على طول. في بقى سيد الرجاله، عمهم، العمله الندم، النوع ده من الرجاله منقرض للاسف، بيفكروا لو لقوا اي واحد منه حطوه في محميه طبيعيه، راجل اللي هو بيتحمل المسؤوليه وعارف معنى الرجوله الحقيقي، تلاقيه كده سند وظهر وامان والحاجات الاصل دي، الراجل ده قرب يبقى من الاساطير، هتلاقي اسمه في الصفحه اللي بعد العنقاء والخل الوفي. اقول لك على حاجه؟ ايه يا احمد؟ في ايه؟ في ايه؟ انا جدتي مره قابلت راجل زي ده زمان وسلمت عليه. وراح فين؟ خط
تخطط يا احمد اللي جاي. انسى انسى اول نصيحه هنصحك بيها في الموضوع ده بتاع التخطيط ده، ان مفيش جدول. ليه؟ فكره الجداول دي ملعونه لسبب مجهول من ايام المذاكره. اي حاجه بتتحط في جدول بنبصها ونحطها جنب الحيطه. فهمش ليه الجداول فيها حاجه نحس كده، مش فاهم ليه تخليها ما تكملش. يمكن علشان الجداول عموما بتحسسنا ان لسه معانا وقت. فالجدول كده فاضي كده تقعد ياه، الخطه مفروشه وان كل حاجه معمول حسابها وكل شيء مدروس باليوم والساعه والدقيقه والصياعه، فبنانتخ بقى ونلبس في الحيط. انا مش عارف، لكن الجدول لا، فكك بقى من الجداول والقلم والورقه وجو المدارس ده خالص. واحنا هنخطط للسنه دي ازاي؟ بالدهلكه. ايه بلدي؟ بالدهلكه. الدهلكه. ايوه معلش، هو طبعا لازم شويه انجليزي في اول السنه. الدهلكه ده انجليزي؟ لا ده في اول السنه. اوكي، فاحنا هنخطط بالبلدي. تاني نصيحه انصحك بيها تبدا في تخطيط السنه الجديده هي انك ما تقولش خطتك لحد، مش علشان تداري على شمعتك والنبر والقر والجو ده خالص، عشان ما تعملش كده لسببين. اولا عشان ما لما ما تنفذهاش كالعاده زي كل سنه ما يطلعش شكلك عيل قدام الناس كالعاده برضو. وثانيا ودي صادمه شويه، ان ما حدش مهتم اساسا بخططك خالص، يعني العام الجديد ولا مش انت لوحدك، يعني معظم الناس دي قاعد على القهوه يقول لك بص انا السنه الجايه مش عارف ايه، مش بقول لك ايه كل سنه طيب حتى احنا نطلب كريب تاكل ايه، ده بالمنتهى الحب. لكن انت خططك واحلامك وبتاع دي احتفظ بيها لنفسك، محدش مهتم بيك. خطط من سكات. تالت نصيحه بقى، صارح نفسك بعيوبك، لان دي اول خطوه في العلاج. احمد من فضلك، انا خارج من المصحه بقالي 3 شهور زي الفل. يا ابني انا اللي مستلمك من المصحه، انت بتفكر انت رجعت تنسى تاني؟ هنرجعك على فكره. انا اسف. لا لا محتاج علاج، انت لسه محتاج علاج. انا اسف. في حته المصارحه دي احب بقى اشير لنقطه مهمه جدا. دلوقتي انت بتحاول تواجه نفسك بمشاكلك وديفوهاتك واخطائك وبتاع علشان تحلها تتفاداها في السنه الجديده. سنه جديده بقى. أيوة. مظبوط. يبقى نتكلم كلام عملي وواضح ومفهوم علشان نعرف نشتغل. انما فكره ان انا اكبر عيوب صدق الشديد الجو ده ما ينفعش. انت راجل بقيت فنان وهتعمل انترفيوهات وكده، فما انسى. او طبتي الكتير، او مشكلتي الحقيقيه واخذ الضمير، او قلبي الكبير وسامحتك كتير، الجو ده انسى. يعني يبقى كده انت عيوبك المحن واشتغل عليه. ما تقعدش تقول بقى اصل طيبه قلبي، لا انسى مفيش. خلاص رمينا الجداول، كتمنا على الخطط، تمام. واجهنا نفسنا، تمام. نواجه نفسنا يا طعيمه. بواجهها صدقني. شيل الخوازيق يا ابراهيم. شلتها يا استاذ امين. شيل الخوازيق يا استاذ امين، شلتها والله. خلاص نحدد اولوياتنا بقى ونبدا الشغل النظيف. عندك انا مثلا قراراتي في السنه الجديده، اولا استقراري العائلي وصلابه علاقتي بمراتي خط احمر. سنه جديده بقى. يا سلام. لا سنه جديده صلابه علاقه. يا سلام عليك. ايوه يا ابني انا قعدت احفظ فيها كتير جدا دي. ولو السنه اللي فاتت حصل لنا شويه مطبات كده، السنه اللي جايه انا لا يمكن اسمح ان ده يتكرر. خلاص هتسنفت حياتك. فيش، هنسى اللي فات، هشتغل على نفسي وافتح صفحه جديده. افتح صفحه جديده حرفيا بجد، لان صفحه الفيسبوك القديمه بتاعتي بقت مخترقه تماما. انا هسيبها زي ما هي كده كتمويه وافتح صفحه جديده. فاهم قصدي؟ علاقتك الانسانيه على السوشيال ميديا بس؟ لا انا بتكلم على الصفحه القديمه اللي مراتي قفشتها. انا ما خلاص، ما انا كلامي واضح. انا اسف. خلاص على جنب كده. ونصيحتي في السنه الجديده، بلاش تعمل الباسورد بتاعك لا اسامي ولادك ولا تاريخ ميلادك ولا من 1 لـ9 بعدها اسامي ولادك. امال اعمل حروف عبريه؟ الحاجات دي بتتهرش يا حبيبي. ابتكر، اعمل اي حاجه، اكتب حاجه من السكريبت، اعمل اي حاجه. لكن بلاش السذاجه دي. حاضر. بمناسبه الفيسبوك بقى، نصيحه سريعه كده لخططك السنه اللي جايه، ومعلومه مهمه تحطها في الليسته في السنه الجديده لما يبقى في ترند على الفيسبوك وكل من هب ودب بيدلو بيدلوه فيه واللي رايح واللي جاي بيهري فيه. على فكره لو ما قلتش حاجه انت كمان وقررت تسكت انت مش هتموت. مش هتموت والله، في احتمال كبير انك تعيش وتكبر وتكمل حياتك عادي خالص. يعني الاقتصاد العالمي مش هيتاثر براي حضرتك في قضيه تعويم الجنيه، والمجتمع الدولي مش هياخد في اعتباره تحليل سيادتك للموقف الراهن في تغيير موازين القوى الدوليه ولا اي. روق، سنه جديده بقى فروق. خلاص شيل الخوازيق. بشيلتها يا مهي. شيل الخوازيق. انا مش عارف، مش مرتاح لك. يا استاذ مش شيلتها والله من اول. النصيحه السيزون. بتعدي ما بترشقش، بتتسيف عندي. طيب في النصيحه في الحته دي باختصار كالاتي، لو ما عندكش حاجه تقولها ما تقولش حاجه، ما تقولش. انا عن نفسي محضر شويه حاجات في دماغي كده بشكل مبدئي لخطه السنه الجديده وهعملها باي شكل. ايه هي بقى؟ انا السنه دي يا قاتل يا مقتول، اول حاجه قررت اعملها بخصوص كميه الكتب الفظيعه اللي عندي دي. اقراها بقى. ما تقراهاش. لا اتقل. انا كل سنه اروح معرض الكتاب الاقي عرض مغري 20 كتاب مع بعض ب 40 جنيه معاهم اوتوجراف هديه، اجيبهم فورا. العناوين ايه؟ بتبقى حاجات مش عارف العولمه في غياب، اللي هي بتبقى حاجات راقيه يعني ثقافيه، واركنهم على الرف. السنه دي انا قررت اغير ده خلاص. من هنا ورايح مش هيبقى في بيتي ولا كتاب ما قريتوش. انا هلم الكتب دي كلها واكل فيها لقمه عيش خلاص من الاخر. لا بتاع الروبابيكا بيعدي بيخوتني، يعني هو لو خد الكميه دي ممكن ما يعديش خلاص. فيبقى السنه الجديده ارتحنا من بتاع الروبابيكا، ومش هيبقى في بيتي ولا كتاب واحد علشان اقدر اقول
الجمله اللي نفسي فيها من زمان، اقول وسط اصحابي كده وانا على القهوه، اقول يا ابني مفيش في بيتي ولا كتاب انا ما قريتوش بفخر كده. من الحاجات المهمه اللي لازم لازم السنه دي اشترك في جيم. يا سلام، خدي معاك بالله عليك. لا لا لازم بجد يا احمد، محتاجه بص يا معلم براحتك، ده قرار انا بالنسبه لي. العب بقى ما العبش، اروح ما اروحش، اتمرن ما اتمرنش، ده موضوع تاني. لا المهم ان انا اروح اول السنه اسال عن الاشتراك والمواعيد والمدربين وادفع واتكل على الله، ده المهم. ايوه تلعب رياضه؟ لا يا ابني، المهم النيه، وطالما نيتك خير ربنا هيكرمك ان شاء الله. واشتراك الجيم السنوي ده غير كده، ده يعتبر زكاة عن صحتك عن عافيتك. فما تلعبش خير بتعمله صلاه الجيم صدقه. بتزود نيتك بقى. ايوه علشان كده انت ربنا بيكرمك وبتقدر تكمل السنه بدون قلق بكرشك ده وعضلاتك المترهله دي. عايز. من ايه؟ عشان دفعت وضحيت. انت عملت اللي عليك. بالزبط. والمثل بيقول لك اعمل الخير وارميه الجيم. وبمناسبه السنه الجديده، لما تدفع اشتراك الجيم وتشفط بطنك وانت قدام المرايه، ده مش معناه انك خسيت خالص، ده معناه انك اتليفت في 1500 جنيه بتوع الاشتراك وكرشك زي ما هو. تعرفش قدام المرايه تعمل كده؟ لا ما مش هينفع. وطبعا الحلم بتاع كل سنه لكل اصحابي ان هم يسيبوا الوظيفه ويعملوا مشروع كبير ويكسبوا ويشتهروا. والله العظيم بيقولوا كده، والله يقول لك اسيب الوظيفه السنه دي، اسيب الوظيفه واعمل مشروع واكسب وابقى مشهور. كل حاجه علاقه المشروع بالشهره ما اعرفش، هو بيبقى بيعدي خلاص. انا اشتغل وابقى رجل اعمال، فاهم، من اللي بيطلع في المسلسلات. واظن ان مشروع الجيم ده مشروع مضمون 100%. ممكن اعمله في البيت على فكره، تخيل. انت الجيم ده مأثر عليك فعلا؟ ظريف جدا. لا ده ينفع يبقى مشروع واعمله في البيت، هدفع اشتراك ومش هروح. يعني في الصاله اللي في بيتنا دي اخليها صاله العاب رياضيه، احط يافطه كده، اركب صورتي فوتوشوب على جسم بطل كمال اجسام وخلاص كده كده. مش يعني مش هقفش يعني. لو كلمه صاله مش هتكذب في خلاص، هي صاله فعلا. هي صاله العاب، احط لعبه يبقى في شويه العاب ومحدش هيجي، ونعمل قرشين حلوين بدل القعده الوحشه. انا عموما مش محتاج لجو الخطط والحاجات دي، مفيش الحمد لله. انت عارف انا المساله زي الفل لا مفيش مشاكل اصلا يعني. انا ما عنديش حاجه بتواجه انا، بس في بس يعني بصراحه يا بص اقول لك بامانه يعني، في العيب الخطير بقى اللي هو لو بيبوظ لي كل خططي بصراحه. لا 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 في عيب بطاقه. لا يعني مش، لا مش كده يعني، هو عيب الحقيقه يعني. ان شاء الله هشتغل عليه السنه دي ويبقى طيبه قلبي. ايه طيبه قلبي فعلا معطلاني. معطلك؟ موقفك فين طيبه قلبك؟ لا انا ببقى هنا كده في اول صلاح سالم. على فكره يعني دي اخر حلقه في السيزون؟ احتمال، مش عارف يعني. الارزاق على الله، خليها على الله. عايز اقول لك على حاجه يا احمد. اتفضل. انت اللي قالك كده خدعك. مفيش طيبة قلب؟ مفيش أي قلب أصلا. بس كويس، يبقى هحطها في الجدول. صباح الفل والجمال والذوق العام يا أستاذ هاني، يا أجمل وأجدع وألطف وألذ زميل في الدنيا كلها. ولو ان الدخله مش مريحاني، لكن صباح الفل يا استاذ فتحي. خير يا فندم؟ خير طبعا. النهارده اول الشهر وفي اشاعات بتقول انك قبضت المرتب. يا ربي، يعني اكيد معاك فلوس. يلا يا بطل، ظروفنا في الظرف ده 100 جنيه. لا لا ميرسي، انا ما بخشش جمعيات. شكرا. جمعيه ايه يا استاذ هاني اللي ب 100 جنيه ده؟ ال 100 جنيه اليومين دول تيجي تفكها تفكك هي. احنا بنلم الاستاذ شكري عشان يا حبيبي طالع على المعاش. ما احنا بقالنا 3 سنين بنلم الاستاذ شكري علشان طالع معاش، وبنتجمع كلنا نحتفل ونعيط، وانا ادفع بعدين يمدوا له سنه نفرح، بعدين يطلعوا معاش نجتمع نعيط وانا ادفع. بص يا استاذ فتحي، انا مش هدفع الاستاذ شكري في معاشه الا لما اشوفه قاعد في البيت كده 3 4 سنين بالجلابيه كده ومرتاح وسط ولاده. خلاص وسيبني اكمل شغلي والنبي. طب كده بقى انا مش هكتب اسمك على الظرف يا استاذ هاني، وانت الوحيد كده اللي اسمه مش هيكتب على الظرف وهتبقى فضيحه. انا هبقى اكتب اسمي في البيت، انا على التلاجه كده هتصرف انا. معلش ماشي، بس بقى لما الزملاء يعرفوا ان انت ما رضيتش تدفع للراجل المسكين اللي طالع على المعاش وتتفضح وتتجرس، ما تبقاش تزعل. وبعدين يا استاذ هاني انت لسه جديد هنا، يعني المفروض تجامل على الاقل 5-6 سنين عشان تقدر تعيش وسطينا. جامل جامل عشان ما تتفضحش، وبعدين ما احنا هنبقى نجاملك. واني انا مش عايز اي مجاملات من اي حد، لكن حاضر يا استاذ فتحي. شكري برضو، احنا عندنا كام شكري؟ ايه ده الظرف كله 5 جنيهات؟ امال انا ادفع 100 ليه؟ اشمعنى انا؟ علشان انت رجل اعزب ما عندكش مسؤوليات. قولي بذمتك انت بتشتري بامبس؟ لا انا ما بجيبش الحاجات دي. طب ايه رايك بقى اللي انا لغايه دلوقتي بشتري بامبس؟ طب ما تشوف حل للقصه دي، تشوف علاج ولا اي حاجه. حبيبي يا استاذ هاني والله. بامبس؟ عشان انا ما بجيبش بامبس يبقوا كلهم يشطفوني؟ فكري ودي هاني. صباح الخير. صباح الخير يا رئيسه. معلش انا نص ساعه واخلص التقرير. معلش ليه قلب امك؟ على الاقل من مهلك، براحتك خالص. ربنا يكرمك. بقول لك ايه، احنا اول الشهر بقى، شغل لي مخك.
ما انا عرفت المعلومه القيمه دي من الاستاذ فتحي. في حد طالع معاش او اترقى او اترفد او اتعين في اداره تانية خالص او بيفكر يشتغل معانا في الوزاره عشان نلم له كلنا؟ يا ابن الذين دمك زي العسل. ربنا يخليك. لا يا نور عيني، احنا بنلم للبت حنان اختك اللي في اسم المشتريات. عقبال عندك حامل. عقبال عندي حامل؟ حضرتك انا مش متجوز، بعدين اكيد لاحظتي ان انا راجل فمش هحمل في الفتره دي. اقصد يعني لما تتجوز ان شاء الله. انا اتجوز ازاي بس يا مدام صفاء وانا مرتبي مكفيني؟ انا بجيب بقسماط وجبنه براميلي وبقيت المرتب كله رايح على الهدايا والمجاملات. حتى هاسكي قاعده في البيت من غير اكل والله. هاسكي دي قاعده معاك في البيت؟ قاعده واكله شاربه نايمه. من غير جواز؟ لا 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 حضرتك فاهمه ايه؟ لا هاسكي دي كلبه كلبه. اخص عليك يا هاني. اسكت اسكت مش عايزه اسمع الكلام ده. انت حر في حياتك. ولو ان اللي ترضى بكده تبقى كلبه وستين كلبه والعياذ بالله. لا ترضى ايه حضرتك؟ بقول لك دي كلبه حقيقي كانت مرميه في الشارع بردانه ووحيده كده، فاخدتها معايا قلت المها بدل رميه الشوارع وهي بتقعد معايا بالليل نلعب نعمل. بس 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 اختشي. ايه الكلام ده؟ يلا يلا شوف هتدي البت يا حنان كام؟ خليني اكتب اسمك واخلص. يا مدام صفاء انا جاملت الوزاره كلها ومفيش حد جاب لي ولا حتى هديه. يا ضنايا يا ابني. طب اقول لك خلاص، قول لي عيد ميلادك امتى؟ وانا هلم لك بنفسي. 29 فبراير. خلاص يا حبيبي من عينيا الاثنين 29 في. بس ده مش هيجي السنه دي. شفتي؟ ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها، ده تاريخ بيجي كل اربع سنين، وانا غالبا في اليوم ده ببقى يا اما عيان يا اما واخد عرضه. وحضرتك انا لا هخطب ولا هتجوز ولا هعمل عمليه ولا هشتري عربيه جديده وخلصت الاعدادي والابتدائي والجامعه وكل حاجه. اهو بص بقى يا هاني، لو ما جاملتش هتتفتح وسط زملائك. ادي قصه الفضيحه. وبعدين تعالى اما اقول لك، البت حنان دي قريبة مدير الإدارة الأستاذ يسري، افهمها أنت بقى. يلا خلص وانجز، جامل عشان تتجامل يا هاني. حاضر يا مدام صفاء، أنا أصلاً شخص مجامل، أحب ال حبيبي يا هاني. طب واسم حضرتك مكتوب برضو معانا في الورقة؟ لا يا حبيبي، أنا اسمي يتكتب ليه؟ أنا قديمة، أدفع؟ أنا الرئيسة يا واد. التقرير يخلص بسرعة، ما تتأخرش عليا، نص ساعة يبقى على مكتبي. حاضر. الهاسكي قال مالهم بنات البلد. هو احلى قهوه الاحلى استاذ هاني، تروق بالك يا ابو الكرم والمفهوميه والذوق. الهزه دي بتاعت اول الشهر انا عارفها. اؤمر يا عم علي، في حد عندك حامل اتخطب، حد طالع الحجاز او راجع من الحجاز او قاعد في ميدان الحجاز فنلم له كلنا؟ لا والله يا استاذ هاني. انا بس عم شوقي بتاع الامن، عرفت انه هيعمل عمليه بكره. الراجل غلبان قوي وعنده عيال كتير كتير قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. وعم شوقي ده رخم قوي الصراحه، لكن المرض ما فيهوش كلام، يعني هيبقى رخم ومريض جامد. الراجل هيعمل عمليه في حته وحشه قوي، ربنا يكفيك شر الفضيحه. مش فاهم ايه حكايه الفضيحه دي. حاضر حاضر خلاص. انتوا لميتوا له كام لغايه دلوقتي؟ هو مين؟ عم شوقي بتاع الحته الوحشه. لا ما هو يا استاذ هاني بيه انا ما اعرفش، لان مش انا اللي بلمله. الله، امال ال 100 جنيه اللي انت ظبطتها مني دي ايه؟ محمد ابن عقبال عندك نجح في الاعداديه والواد هيموت على الايفون، ايفون جديد. يعني انت واخد ال 100 جنيه عشان انا مالي ومال الايفون؟ اعداديه ايه وبتاع ايه؟ ربنا يكفيك شر الفضيحه. فضيحه. بارك لي، ترقيت. هاني انا اتخطبت. مبروك. انا اتخبطت يا هاني. لا ألف سلامة. بدل الفضايا فرح أسماء، حنة علياء، خطوبة شيماء، أحزان السماء. هتتفضح. سيبه يا فتحي، يمكن عايز يتفضح وسط الزملاء. إيه حكاية أتفضح؟ هتفضح لو عايزين فضيحة حلوة أعمل لكم فضيحة حلوة. أقول لك على سر؟ بص يا معلم، لو عايز تعظم اي حاجة تافهة وتديها اهمية فظيعة تبقلظها كده، اخبط قبلها كلمة سر بس كده، اديها اللقب ده هي هترقي نفسها تبقى نمرة واحد. ازاي مثلا؟ يعني لو انت كاتب رواية اسمها البلوفر الاصفر مثلا، دي مش هتبيع ولا فتلة، ليه بلوفر اصفر؟ كلام فارغ. لكن لو اسمها سر البلوفر الاصفر، خلاص مبروك. انت في الطبعة الكام دلوقتي؟ احنا اشترينا كمية كتب صفرة عشان بس اسمها سر اي كلام. عندك مثلا لما واحدة تقول لك انا جالي عريس،
ده سر. شوف بص الحدث تافه جدا تقليدي ومكرر، واحده بنت في سن الجواز يمكن تتجوز، لكن لما تعاملت معاه على انه سر تحول الى حدث جلل. او مثلا اللي يقول لك ايه، اقول لك على حاجه كاني ما قلتش، طب اعمل ايه؟ طب ما تقولش. لا هقولها بس كاني. خش اكتب على جوجل مثلا كلمه سر واستنى، هتلاقي جوجل مطلع لك بقى ايه كميه هيافات. سر البطاطس المقرمشه، سر البسبوسه الجاهزه، سر الغمازات، سر الخلطه، سر الرقم 13، سر الكون. زي بالظبط كلمه شاهد قبل الحذف اللي بتخلي الناس تشاهد فعلا. ده مره كان في فيديو عنوانه انظر فضيحه سبونج بوب. ايه اللي ممكن يفضح سبونج بوب اكتر من انه سفنجه لابس بنطلون مقلوب؟ هيطلع ايه يعني؟ هدومه اتقلعت في المشهد بالغلط. لما تلاقي حد حاطط كلمه سر قبل اي اهداف عظيمه اعرف انه نصاب. زي اللي يقول لك مثلا انا بعمل محاضرات عن سر النجاح. بذمتك انت في حد في ايده سر النجاح ويبقى واقف الوقفه المهببه دي تحت شمسيه في المكان المقزز ده والجاكيت عرقان كده دواير؟ مش معقول يعني، مش ممكن. او اللي ينشر كتاب 798 صفحه عن سر السعاده الزوجيه. هو لو يعرف سر السعاده الزوجيه كان لقى وقت يكتب كتاب زي ده، ما كان روح ينبسط بقى مع مراته ويقعد ينبسطه. في بقى كمان نوع مركب من الاسرار اللي هي الاسرار اللي مبنيه على بعض، سر على سر على سر، لحد ما عملت كلكعه كبيره جدا مش عارفين اولها من اخرها. في الغالب دي بتبقى اسرار الستات على فكره. اديك مثال، فاكر لما اتكلمنا على سر العريس؟ ده بيتبني عليه سر ميعاد الخطوبه. سر ميعاد الخطوبه ده اللي بيبقى مقتصر على نخبه من اهل الثقه وبيتكتم عليه جدا. بعد منه في سر ترتيبات الجواز، ده هتحس ان هي عمليه الحفار مش جوازه. بعدين سر الحمل الرهيب، تفضل مكتمه على سر الحمل ده على زميلتها في الشغل لحد ما يجي لها الطلق شخصيا وتنكر برضه، تقول لك اصل لا القولون مبهدلني وتروح على المستشفى. واللي شايف ان اسرار الستات هيفه احب اديله فكره عن اسرار الرجاله. احنا كرجاله ممكن ندفع مبالغ كبيره جدا ونورط نفسنا في حاجات كمبيالات ووصولات، نبيع بيت الظاهر وكل اللبش ده عشان نحتفظ بسر واحد خطير وحساس ومزل. لما الراجل مننا ينغلق في بولة الاستيميشن وبعد ما يلعب كتير في آخر الليل يطلع الكوز، السر ده لازم يموت معاك. ودي مش أهية في أسرار الرجالة، دي مجرد نقطة في بحر، بس أنا مش هقدر أفشي. ولا أفشي؟ لا أفشي بقى. لا أفشي يا أحمد، أفشي وتدوس. أسيبك وأفشي؟ معقولة؟ طب نورنا. أعظم سر بقى في العالم موبايل الراجل، حياته كلها فيه. الصندوق الاسود تلاقيه قافله بقفله ورزه ورامي المفتاح، وكل ما يجي يفتحه يطفش الرزه من الاول. مش مصدقني شوف كده اي راجل بيبقى شكله عامل ازاي لما مراته تقرب من المنطقه المحظوره اللي هي 20 متر حوالين الموبايل. سلك شائك بقى وكلاب بوليسي، بعدين كتائب مشاه، في مدفعيه تقيله وطيران، في سلاح الطيران ده هو بقى فاهم، هو اللي بيطير لما هي تتحرك تمسك يوم هو طالع على الموبايل تحطه في حضنه فاهم وطبطب عليك ويزعق فيه، ولا مش تخلي بالك الموبايل كان هيقع حبيبي. هو طبعا بيستهبل، هو كان هيقع في ايديها طبعا وهو نايم. لو يعرف يبلع الموبايل ويشيله في معدته هيعمل كده. في الاخر بينيمه جنبه بحجه ان هو ظابط المنبه عشان يروح الشغل الصبح. برضه تلاقي مراته تتلائم عليه تقول له حبيبي بقول لك ايه، بيقول ما تحطش الموبايل جنبك وانت نايم عشان الذبذبات مضره. انا بحب الذبذبات، ذبذبيني ارتاح، انت ذبذبيني في حالي بس والنبي. افرض بقى ان الخطوط الدفاعيه الاماميه دي كلها اخترقت والموبايل وقع في ايد مراتك. يا ساتر. طبعا انا ما اقصدش فتحته، لا لا قدر الله. المهم الموبايل لو وقع في ايدها انت بتضطر تلجا لحرب شوارع على طول، تنزل بقى بالمقاومه الشعبيه، تضرب ازاز مولوتوف في الشقه، تخطف حد من العيال وتطلب فديه، اي حاجه. ولو كل الجهود دي فشلت ولسه مش عاوزه تسيبه، ما قدامكش غير حل واحد، روح ما بعدك روح، اخدش لها الحله التيفال الجديده. هي لو سمعت بس صوت حكه المغرفه المعدن في قعر الحله هيبقى قدامها يعني يومين ثلاثه على الاقل على ما تفوق من الصدمه وتفتكر موضوع الموبايل ده تاني، وتكون انت برضو قمت بالسلامه وخرجت من المستشفى. اشهر سر بنستخدمه يوميا هو كلمه السر اللي هو الباسورد يعني، بتاعت الفيسبوك، بتاعت الموبايل، الايميل، اي حاجه من دول. بهدله بقى يا عمنا لو نسيت واحده من دول بالذات بتاعت الايميل، وحشه قوي. لو نسيتها بتطلع لك مدام عفاف بتاعت الايميل، تحس ان الجهاز تحول لمدام اللي هو والنبي يا استاذ شيك لنا كده على اللغه دي كده، هو بتاعت الكيبورد؟ لا يا مدام حضرتك كله تمام. انا طب بالنسبه للباسورد بقى، ما تشوف لنا مش شغاله ليه؟ طب عشان اعديه. انا متاكد الباسورد سليمه. طب واليوزر؟ كتبت اليوزر حضرتك احمد امين ات مش اهو سليم برضه. شوف العطله دي بقى، اللهم طولك يا روح، انت روبوت يا واد، لا تكون روبوت ولا حاجه. حضرتك انا في مصر، ده عالم ثالث يعني، معقوله اجيب روبوت بالشيء الفلاني اقعده على جهاز ب 1000 جنيه عشان اخش على الايميل؟ طب بص شوف لنا الصور دي هي واكتب زيهم عشان اتاكد ان انت مش روبوت. والله يا واد شكلك روبوت وهتتعبني. بص خلاص اتعرفت عليهم، دوس بقى على تشيك بوكس اللي هي اللي تحت، هي اللي على الشمال دي اللي عند استاذ مدحت، عشان الاداره محرجين علينا ما حدش يعدي من غير الباص. وراضين انا بقى باي حاجه عشان ابني ثانويه عامه. يا عسل انت والنبي عسل. كلنا اكيد في مرحله ما خبينا السر بتاع ان احنا عملنا حاجات واحنا نايمين، اللي هو سر الفطيره. طبعا ما بيبقاش سر بقى تاني يوم لان كل الجيران بيشوفوا المرتبه وهي على البلكونه، ماما بتطلعها بره تفك وكده. او سر محرج زي ان حد فتح عليك باب الحمام وانت
مش مستعد، او انك بتترعب من فيلم عنتر ابن شداد، او ان فتاه احلامك في فتره كبيره من حياتنا كانت فريده سيف النصر، او انك كنت بتعيط وانت بتسمع اغنيه اتغيرتي للفنان علاء عبد الخالق، او انك ما مسحتش الهيستوري بتاع الويب براوزر بتاعك والناس شافوه وده هيخسرك ناس كتير، او مثلا ان انت عندك سيكريت كراش بقالك 18 سنه ومش عارف تقول لها ايه لحد ما البنت اتجوزت وخلفت وزوت معاشها، اسرار كتير يعني اديني قلتها لك كلها عشان تعرف ان انا ايه ما عنديش حاجه اخبيها، انا راجل كتاب مفتوح قلبي بفتح يعني مفيش اي سر خالص خالص يا حبيبي انا مفيش كده عيضه. طب بقول لك يا ابو حميد قول لي يا حبيبي هو انت اجرك كام في الحلقه؟ راجل مننا ما يقولش السالري بتاعه الا على رقبته، ولو قاله يبكسر يندفن معاه.